بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من السلسلة ديال لافابريكاسيون ميكانيك. ونبداو الموديول ديال اليوم اللي هو التورناج، واللي فيه غادي نشوفو ديفينيسيون دي تورناج، لي كومبوزون دان تور، لي ديفيرون اوبيراسيون دو تورناج، لي زوتي دو تورناج، لي تيب دي زيليمون ايزيني، لي تيب دو مونتاج او فابريكاسيون دون بيس. التورناج هو واحد لوبيراسيون دونليفمون دو ماتيير اللي كتمكننا اننا نغيرو الدياميتر ولا لونغور دي بيس دو ريفوليسيون. وغالبا هاد لي بيس كيكونوا عندهم دي فورم لي هما سيلندريك، هادشي باش نحصلو على دي سيرفاس سوا بلان او لا سيلندريك او لا دي فورم بحال الفيلتاج او لا الموليطاج. اللي ما كيعرفش الموليطاج هو واحد لوبيراسيون اللي كنديروها على اون بيس سيلندريك صوب باش نشدوها مزيان او لا باش يكون واحد المونتاج اللي هو قوي بينها وبين شي بيس اخرى. من بعد عندنا لي تيب ديال التورناج. كاين عندنا لو تورناج لي هو لونجيتودينال لي هو فلا فيغور ا لي عندنا هنايا، اللي فيها او اللي فيه عفوا لوتيل سو ديبلاس باراليلمون مع لاكس ديال لا بيس. هادشي باش نقصو الدياميتر ديالها. والنوع الثاني اللي هو تورناج ترانسفيرسال اللي فيه لوتيل كي ديبلاسا من ليكستيريور ديال لا بيس فير يعني لاكس ديال لا بيس باش اننا نقصو او نلعبو على لا لونغور ديال لا بيس. وغالبا هاد لوبيراسيون هادي كتسمى دريساج، وهاد لوبيراسيون كتشوف كتسمى الشاريوطاج او لا سيلندراج كيما غادي نشوفو من بعد. لي كومبوزون دان تور لا ماشين اون جينيرال الشكل ديالها بحال هكذا، لي كومبوزون التسميه ديالهم هادو. بالنسبه لي طروا شاريو اللي كاينين في لا ماشين، كاين عندنا ان شاريو لي هو سوبيريور نيميرو 9. هاد الشاريو كيمكننا اننا نديرو ان تورناج لي هو لونجيتودينال او لا ممكن اننا ندوروه بلونغ اللي بغينا باش نصاوبو اون فورم كونيك او لا ترو كونيك. من بعد عندنا ان شاريو لي هو ترانسفيرسال نيميرو 10 اللي كيمكن لوتيل انه يديبلاصا من ليكستيريور للسونتر ديال لابيس او لا من السونتر ليكستيريور باش نحصلو على ان تورناج لي هو ترانسفيرسال. من بعد الشاريو نيميرو 11 اللي كيمكننا اننا نديرو ان تورناج لي هو لونجيتودينال او لا كيمكن لوتيل انه يديبلاصا parallèlement مع لاكس ديال لا بيس. لي ديفيرون اوبيراسيون دو تورناج عندنا دو تيب، اوبيراسيون اكستيريور اوبيراسيون انتيريور. بالنسبه لي اوبيراسيون اكستيريور عندنا دريساج راديال، سيلندراج او لا شاريوطاج، شاريوطاج كونيك، عندنا ديكوليطاج اللي هو الجمع بين لوبيراسيون ديال دريساج والشاريوطاج، وعندنا الغينيراج. بالنسبه لي اوبيراسيون انتيريور عندنا بيرساج، لاليزاج سيلندريك ou l'alésage et dressage. Les outils de tournage, بالنسبة لي travaux extérieurs, les opérations ديال شاريوطاج ممكن نديرهم ان outil دواء شاريوطي، dressage ان outil adressé، شاريوطاج dressage profilage او لا شاريوطاج dressage يكفي اننا نديرهم ان outil adressé et شاريوطي d'angle. الغينيراج راديال او لا لاغوش ممكن نديرهم ان outil pile، غينيراج axial outil assigné، ترانسوناج سوا دي بار او لا دي تيب ممكن ديرو بان اوتيل ا ترانسوني، فيلتاج ان اوتيل ا فيلتي، موليطاج ان اوتيل ا موليطي. بالنسبه للتسميه ديال لي زوتيل ماشي شي مشكل كبير، فقط نقولو ان اوتيل ومن بعد نتبعو لو فيرب ديال لوبيراسيون ان انفينيتيف ويتولي عندنا التسميه ديال لوتيل حاضره. لي طرافو انتيريور بالنسبه لي زوبيراسيون ديال لاليزاج ممكن نديرو ان اوتيل اليزي، اليزاج دريساج ان اوتيل اليزي دريسي، تاروداج او فيلتاج انتيريور ممكن نديرهم ان اوتيل فيلتي انتيريورمون او ان تارو الى كان عندنا ايزيناج مانويل، شومبراج ممكن نديرو ان اوتيل شومبري، ولا غورج دو ديغاجمون حتى هي بنفس لوتيل. بالنسبه لا غورج دو ديغاجمون الفائده ديالها باش ممكن اننا نديرو هنايا ان فيلتاج انتيريور، وهاد ديغاجمون هذا ولا هاد لا غورج كتساعدنا باش اننا نديكاجيو لوتيل باش درنا فيلتاج. لي ماتيريو ديال لي زوتيل اللي كنستعملو كاين انواع كثيره، ولكن جوج الانواع اللي كيتستعملو بزاف اللي هما ال ار اس او لا اسي رابيد سوبيريور اللي كيتعتبر ان اسي فورتمون الي، والنوع الثاني اللي هو الكاربور او لي كاربور ميتاليك. باش نحصلو عليها كندير واحد لالياج ديال مجموعه ديال لي ماتيريو بحال التنغستان، تيتان، فاناديوم، الكوبالت باش نحصلو على النوع ديال الماتيريو اللي كيكون خيديو. لي تيب دي زيليمون ايجيني اللي ممكن نحصلو عليهم في ان ماشين ديال التور، لي سيرفاس بلان نيميرو تي 1،
لي سيرفاس سيلاندريك نيميرو تي 2، ممكن نقولوا ان الدريساج كيعطينا دي سيرفاس بلان، والشاريوطاج او لا سيلاندراج او لا ليزاج او لا البيرساج كيعطينا دي سيرفاس اللي هما سيلاندريك. عندنا 3 ان سيرفاس لي كونيك، 4 سيرفاس ترو كونيك، 5 سيرفاس كورب على هذا الشكل او لا بروفيل بحال بحال، سيرفاس اليكويدال اللي كنعنيو بها الفيلتاج يعني عندها ان فورمي اليكويدال. هنا عندنا واحد البريزونطاسيون ديال لا نومنكلاتور بريسي دي زيليمون ديال لي سيرفاس اكستيريور. اما هنايا فيلتاج موليتاج كون كونجي ايبولمون كاع هاد لي سيرفاس يعني تقراهم وتعقل عليهم. نفس الشيء بالنسبة لي سيرفاس انتيريور، عندنا 18 شومبراج 19 لاليزاج. بالنسبة لوبيراسيون ديال لاليزاج ديما كتجي من بعد البيرساج باش نعطيو لداك لو ترو او لديك لا فورم سيلاندريك واحد البريسيزيون كبيرة اللي ميمكنش نحصلو عليها بان فوري. هنايا عندنا غورز دو ديجاجمون وهنايا درنا الفيلتاج. كيما قلنا ديما درنا فيلتاج انتيريور او لا اكستيريور ضروري كتبعو ان غينيور او لا ان غورج باش تساعدنا اننا نديجاجيو لوتيل باش درنا الفيلتاج. من بعد عندنا هنا بيرساج لا فورم ديال الفوري راهي هادي. عندنا هنايا اون فورم لي غالبا مديوره بان فوري اسونطري، يعني هاد فوري اسونطري كنديرو هو الاول عاد من بعد كنستخدمو الفوري باش نديرو ان غون ترو باش يساعدنا باش يكون لو ترو في لو سونتر ديال لا بيس. لي تيب دو مونتاج لي ممكن نديرو سيغ اون ماشين ديال التور، كاين عندنا مونتاج اون نير لي هو كيتستعمل بزاف، ولكن الا كان عندي هاد لو بورتافو هذا كبير بزاف فكيبقى هاد المونتاج ما خدامش. وباش غادي نعرفها كنشوف هاد لا لونغور دو سيراج لي عندي هنا كنقسمو على الديامتر ديال لا بيس. الا عطاني اون فالور كبر من 0.6 فراه المونتاج اون نير خدام، عطاني اون فالور صغر من 0.6 هاد المونتاج ما كيبقاش خدام وكيتحتم لي انا ندوز يا اما المونتاج ميكس او لا مونتاج اونتر بوينت على حسب لي زيناج لي غادي ندير. من بعد مونتاج ميكس اللي كيكون اونتر لي موندرين اون بوينت تورنونت، والمونتاج اونتر بوينت كيكون اونتر دو بوين اونتر دو بوينت تورنونت، وكيكون بمساعده ديال واحد لورغان اللي هو اللي كيدور لنا لا بيس اللي كيتسمى توك والبوست توك. كان يعني كنمونطي فيه لا بيس وكنلصقو في الموندرين ومن بعد كنخدمو عادي. فابريكاسيون دو بيس سيغ اون ماشين ديال التور كنتبع خطوات اللي هي ساهله، كنحل لي مور ديال الموندرين، كنبلاصي لا بيس، كنخرج لا لونغور ا ايزيني اللي بغيت، كنتحقق من هاد لا غولاسيون باش نشوف واش عندي انسيراج اللي هو كونفونابل ديال لا بيس. كيف ما بغى يكون المونتاج سواء سونتراج لون او لا سونتراج كور، العلاقه كتبقى هي هي. كنشوف من بعد لا فورم اللي انا بغيت نغياليزي والوتيل اللي غيساعدني باش ندير ديك لا فورم. كيما شفنا من قبل في لي زوتيل ديال التورناج و لي زوبيراسيون غياليزي سيغ اون ماشين ديال التور، الوتيل كيخص يجي في السونتر ديال لا ماشين بالاستعمال ديال ديكال، ومن الاحسن يكون بلي مينيموم ديكال. كنصيري الوتيل ديالي، هاد العملية ممكن فقط نديرها بالعين المجردة ماشي شي حاجة صعيبة. اخر خطوة هي الاختيار ديالي فيتيس دو كوب اي دافونس على حسب الماتيريو ا ايزيني و لي زوتيل اللي انا كنستعمل. لي دو برانسيب اوتيل اللي كيتستعملو هما ديال لايريس و ديال الكاربور. لايريس كيكونو دي فيتاس صغار و الكاربور كيكونو دي فيتاس هما كبار. بالنسبة للاسيي هاد 60 كيلو غرام بار مليمتر كاري كتمثل فقط لا ديورتي ديال الماتيريو، ممكن نعتبروها تقريبا هي 240 ميجا باسكال او لا ريزيستانس على تراكسيون ديال الماتيريو. واخيرا كنحصل على لا فورم ديال لا بيس اللي انا بغيت، يعني الخدمه في لا ماشين كتبغي فقط شويه ديال لا براتيك، ومن بعد كيكونوا كاع لي زوبيراسيون او لي فورم اللي بغيتي تصاوب في لا بيس كيجيوك ساهلين. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه هذه، ونتلقى ان شاء الله في الحلقه الجايه والله يوفقك.